عقد الجهاز الوطني للإيرادات اليوم ورشة عمل حول القيمة المضافة تتضمن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة وضمان تطبيقها بصورة صحيحة، وذلك استمرارا للبرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة والذي بدأ تنظيمه بداية ديسمبر الماضي قبل بدء سريان القيمة المضافة الفعلي مع بداية العام الجاري. وخلال ورشة العمل التي حضرها 107 ممثلين عن 59 منشأة، تم استعراض آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها، والاطلاع على التجربة الافتراضية التي يوفرها مركز العرض والتي تعتمد على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة وتقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية، خاصة ما تتطلبه هذه القطاعات من جوانب فنية وتعريفهم بالآليات والجوانب الفنية والتنظيمية للقيمة المضافة والرد على كافة الاستفسارات المعنية بذلك.